رسالتنا في هذا اليوم أولا هذه الدماء الزكية يجب أن لا تذهب هدرا، ويجب أن تكون الوحدة الوطنية المنجزة هذا الثمن الأول لهذه الدماء، ويجب أن تعظم المقاومة الشعبية، وأهم عنصر فيها هو عنصر المقاطعة، ويجب على الحكومة الفلسطينية حمل هذه الملفات للمحاكم الدولية ومحاكمة هذا المحتل على جرائمه وفرض عزلة دولية عليه. الرحمة للشهداء وأهل الشهداء، يعني هم جزء من الشعب الفلسطيني، هم إذا الاحتلال اعتقد أنه قتل أبنائهم فكل أبناء الشعب الفلسطيني اليوم هم أبناء لذوي الشهداء، وتعزينا الحارة لوالد الشهيد ووالدته وأسرته.